عبد الحق ناجح بطل سابق في رياضة المصارعة وكذلك رياضة السامبو، مؤسس أول مدرسة رياضية لاستقطاب الأطفال في وضعية صعبة والأيتام، وكذلك رئيس جمعية أمجاد سونطرا للتنمية الرياضية ومحاربة المخدرات منطقة الهراويم إقليم مديولة. بالنسبة للتحدي ديالي أنا كرياضي السي مصطفى الخصم وكذلك السي بدر هاري، هاد الناس ما كنبخصوش لهم الإنجازات ديالهم، هاد الناس أنا كنرفع عليهم القبعة لأنهم داروا واحد الإنجازات كبيرة ورفعوا الراية الوطنية، وهادو خوتنا وحبابنا. ولكن عبد الحق ناجح كمدرب ولاد الشعب كيدير دائما واحد، عندي واحد الشعار هو انك انت ولد الشعب اش عطيتي لولاد الشعب، انت ولد المغرب اش عطيتي لولاد المغرب. كذلك قبل ان تسال ماذا اعطاك هذا البلد يجب ان تسال ماذا قدمت لهذا البلد. ملي كنقولوا حنا كرياضيين وصلنا لواحد المستوى عالي، ماذا قدمتم لابناء الشعب ولاد البلاد؟ ملي كنقول انا رياضي السي مصطفى الخصم على احتراماتي ليه، ولكن انا من الناس اللي ما كنامنش بالشعارات وكذلك بالكلام، انا كنعمل التطبيق. عبد الحق ناجح جا لمنطقه الهراويين دار اول مدرسه رياضيه لاستقطاب الاطفال في وضعيه صعبه والايتام. هذه المدرسه كتكون الوليدات اللي في وضعيه صعبه وكذلك الايتام في واحد الحي اللي هو حي هامشي، حي فقير، فيه واحد المجموعه كبيره ديال الوليدات اللي منحرفين سلوكيا وكذلك تعاطي المخدرات، وكل هذا الشيء كامل بالمجان. وعطينا اهم حاجه في الحياه ديالنا اللي هي الشباب ديالنا، الولاد الشعب. 11 عام ولا 10 سنوات تاع النضال مع ابناء الشعب، عمرنا خدينا درهم، عمرنا توصلنا باي حاجه، اي دعم لا مادي ولا معنوي، ولكن هذا الشيء ما خلاناش نوقفوا. احنا بغينا نخدموا مع ولاد بلادنا، كذلك كان عندنا غير على الوطن ديالنا وعلى ولاد الشعب، لانني كنشوف واحد الفئه عريضه من الشباب نحارفوا وكيتعاطوا المخدرات. هذا الشيء يرجع لماذا؟ لاننا احنا كمغاربه في جميع الطبقات ما كنديروش يد في يد باش نعاونوا الشباب، لان الوليدات ما محتاجين والو والرياضيين ما محتاجين والو، خصنا غير واحد الدفعه باش اننا نستقطبوا الوليدات ونستقطبوا واحد الشريحه ديال الشباب باش ما يمشوش للانحرافات السلوكيه وكذلك كيف قلت لك في الاول المخدرات. شوف هو واحد الاحساس كيعلم بغير الله عز وجل، وانك انت رياضي دوزتي واحد المسار في الحياه ديالك في الرياضه وما استفدتي والو، ولكن استفدت واحد الحاجه اهم من هذا الشيء كامل، وانني انا ماشي عبء على المجتمع، هي اول حاجه منتج في المجتمع، ولد واحد الحي اللي حي من اعرق الاحياء الوطني اللي هو كريان سونترال، باش تخرج من البريكه وكتعيش مع كيف كيقولوا نقول لك بالشعباويه مع الطوبات ومع واحد الفئه كبيره فئه عريضه ديال المنحرفين، وتخرج انت كرياضي وكتبارطاجي داك الشيء اللي عشتي في مسار الحياه ديالك مع ولاد الشعب. هذه اهم حاجه في الحياه، حنا ما خدمنا ما درنا ولاد، عشنا لولاد الشعب. انا 11 عام كيف قلت لك في الاول عطيتها لولاد الشعب. شوف انا نوجه واحد الرساله الى السيد عزيز اخنوش رئيس حكومه اللي عينها صاحب الجلاله الملك محمد السادس، انه يشوف الرياضات الفرديه. راه كاين عندنا واحد المشكل كبير هو انني كنلقى بطل عالمي في الكيك بوكسين، في المصارعه، في الجيدو، كنلقاوش الاهتمام يا اخواني. انا واحد الانسان اللي عانيت بزاف الامور لا داعي لذكرها، ولكن كنشوف رياضيين اللي ما استافدوش، انا واحد منهم. بالله عليك واش كتلقى رياضي كيدير بطل افريقيا وبطل المغرب؟ علاش غادي يهرب من المغرب؟ لان لحد الان باقي ما لقيتش يد المساعده، ما لقيتش الناس اللي غادي يوقفوا معاك. انا شوف لك واحد الكلمه، انا راه درت هاد المدرسه ولا هاد الجمعيه، راه بعت حوايجي، ناضلت، بكيت، درت شي حوايج اللي كيعلم بها الله عز وجل على ود ولاد الشعب، وهاد الشيء كامل باقي ما بانش لهم هاد المدرب ولاد الشعب. انا راه كونت اكثر من 35 بطل المغرب في جميع الفئات، انا راه مكراسي في البطوله الوطنيه انا هو الثاني على الصعيد الوطني وبزاف الامور، وكنلعب بلبسه وحده وكنلعب الوليدات بكيمونو واحد. هاد الشيء راه يحز في القلب، راه كاينين انديه كبيره وما وصلوش للمستوى اللي وصلنا ليه حنايا. هاد الشيء كامل عرفتي علاش؟ حيت حنا ولاد الشعب وكنامنوا بالبلاد ديالنا خاصها تهز باش بالرياضيين، لاننا دائما ما كنبغيوش نسمعوا دائما على البلاد ديالنا ولا على الحي اللي كنعيش فيه انا فيها الاجرام، الجريمه، المخدرات. لا، انا رياضي بسيط درت واحد المستوى كبير عرفتي بعامل مع ولاد الشعب. وانا كنقول لك علاش قلت لك انا كنتحدى بدر هاري، لان بدر هاري الخصم اي رياضي راه دائما كيشوف الجانب المادي ديالو. انا لعبت هاد الكومبيتيسيون خصني نتقاضى في هاد الاجر، كاين واحد الاجر قولي شنو هو، وانا كنخص من العمل ديالهم الاجر مع الله عز وجل. وهادشي كامل انا كنقول لهم كل الاحترام والتقدير،
وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقهم في المسيره الرياضيه ديالهم ويشوفوا في الشعب. رساله الى مسؤولي القطاع الرياضي، يشوفوا في الجمعيات الرياضيه ويشوفوا كذلك في الرياضيين وكذلك في الرياضه الفرديه. كنعاود ناكد عليها، الرياضه الفرديه، لان واحد الشريحه المجتمعيه ديال ابناء المناطق الهشه والفقيره هما اللي كيمشيو للرياضه الفرديه. نعاونوهم ونساهموا معاهم. ورساله كذلك الى كل مغاربه، بركه من التفاهه، بركه من التفاهه، بركه من التفاهه، لاننا حنا كنشوفوا الناس كيدعموا التافهين، الناس اللي ما كيحطوا لينا حتى شي حاجه مع ولاد الشعب، الناس اللي كيخربوا لينا المجتمع ديالنا. وتحياتي لكم، السلام عليكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.